بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الكاتب العام ممثل سيد والي الجهة الشرقية عاملة وجدة أنكاد، سيد نائب رئيس مجلس الجهة، سيد ممثل المجلس العلمي، سيد ممثل رئيس مجموعة الحضرية، سادة رؤساء ممثل المجالس والهيئات المنتخبة، سادة ممثل السلطات الترابية والقضائية والأمنية، سيد ممثل المصالح المركزية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السادة النواب الإقليميون من الجهة الشرقية، السادة العمداء والنواب ورؤساء المصالح الخارجية، السادة أعضاء المجلس الإداري بالأكاديمية، السادة النواب والمسؤولون السابقون بالأكاديمية وبنيابات الجهة، السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية ونيابات الجهة، السيدات والسادة المفتشات والمفتشون، السيدات والسادة أطر هيئة الإدارة التربوية والمصالح المادية والمالية، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية الخصوصية، السادة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، السيدات والسادة نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة الشرقية، السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، تلميذاتنا وتلاميذنا الأعزاء، حضرات السيدات والسادة، أود في افتتاح هذا الحفل حضرات السيدات والسادة أن أعبر عن عرفاني واعتزازي باسم خاص باسم السادة النواب الإقليميين ونيابة عن أسرة التربية والتعليم بالجهة الشرقية للمملكة بالحضور الكرام، مغتنما المناسبة للإعراب للسيد الوالي والسادة العمال والسلطات الأمنية على دعمهم ومساندة متواصلة لقطاع التربية والتكوين بالجهة الشرقية ولجميع الشركاء والمتداخلين عن صادق التشكرات عما أسدوه جميعا وما فتئوا يسدونه من دعم ومساندة للنهوض بقطاع التربية والتكوين بربوع هذه الجهة من تراب وطننا العزيز التي ما فتئ صاحب الجلالة أيده الله ونصره يسلب عليها من عنايته الموصولة بزياراته الميمونة المتتالية التي يعطي فيها جلالته في كل مرة انطلاقة برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ترفع من وتيرة السباق نحو إحلال جهتنا الشرقية المكانة الحضارية والتاريخية التي تليق بها وبأمجادها. وإنه لمن حسن الطالع وأسعد الصدف أن يأتي تتويجنا للموسم الدراسي في غمرة استعداد الشعب المغربي قاطبة للاحتفال بالذكرى 15 لتربع صاحب الجلالة المنصور بالله الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مما يضفي على فقرات حقنا هذا رمزية وطنية قوية من خلال جعل ما حققناه من نتائج شكلا من أشكال الاحتفال بهذه المناسبة الغالية. حضرات السيدات والسادة، ونحن نحتفي اليوم بثمار الموسم الدراسي لا تفوتنا الإشارة إلى أن تتويج الموسم قد تم بتنظيم الامتحانات الإشهادية بدءاً بامتحانات البكالوريا التي بلغ مجموع المترشحين لها 31,645 مترشحة ومترشحاً، حضر منهم 24,020، والتي عرفت نسبة نجاح في دورة يونيو بسلك التعليم العمومي بلغت 43.55% من كتلة المترشحين الرسميين، وقد وصل هذه السنة عدد الحاصلين منهم على الميزة حوالي 3,455، أي ما يمثل 37.60% من مجموع الناجحين، مما يشكل مؤشرا دالا على طريق الارتقاء بالجودة التي تشكل الرهان الأساسي الذي تعمل بلادنا اليوم على كسبه في مختلف المجالات. هذا وقد بلغ مجموع المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي 30,753 مترشحا ومترشحة، نجح منهم 18,273 بنسبة تقدر ب 59.42%، أي بزيادة حوالي 50 نقطة عن الموسم الماضي، وبلغ عدد المترشحين الرسميين الحاضرين لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية 32,792 مترشحا ومترشحة، نجح منهم 28,704، مما يشكل نسبة تصل إلى 87.53% بزيادة حوالي نقطتين عن الموسم الفارق. هذا دون أن نغفل ما تم تحقيقه من نسبة إنجاز متقدمة في مجال التربية الغير نظامية عبر تراب الجهة الشرقية، مما يستدعي منا بهذه المناسبة تنويها خاصا
بالمجهودات التي يبذلها المجتمع المدني ومختلف القطاعات الحكومية إلى جانب المصالح المعنية جهويا وإقليميا وكل المتدخلين في هذا الصدد من أجل تطويق ظاهرة الأمية بجهتها. أما على المستوى الإشعاعي فقد تمكنت الأكاديمية في مجال الأنشطة المدرسية من الظفر بمجموعة من الجوائز في مجال البيئة، حيث توجت كل من ثانوية القدس التأهيلية بجرادة بالجائزة الكبرى في ميدان التحقيق الصحفي، وثانوية الزيتون التأهيلية بتوريث بجائزة التميز، كما توجت من نيابة الناظور كل من ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية وابن سينا التأهيلية والزرقطوني التأهيلية في مجال الصورة. ومن جهة أخرى فقد تمكنت ثانوية جرادة الإعدادية بالفوز بالجائزة الوطنية لأحسن ناد صحي. وفي مجال المسرح حصلت ثانوية واد دهب التأهيلية على المرتبة الثانية في المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، كما نالت الجائزة الأولى في الأداء، ونالت ثانوية القاضي بالعربي التأهيلية الجائزة الوطنية في الدورة العاشرة في الإملاء باللغة الفرنسية. حضرات السيدات والسادة، تلميذاتنا وتلاميذنا المتوجين، تلك هي النتائج المشجعة التي تم تحقيقها خلال الموسم الدراسي الذي نختتمه ونتوج أطواره الجديرة بالاحتفاء. فشكرا لكم حضرات السيدات والسادة، وأنتم تشاطروننا بهجة هذه اللحظات. شكرا لزملاء السادة النواب الإقليميين بالجهة ولكل أطقم الإدارة التربوية في مختلف المواقع والمسؤوليات. شكرا لكل الفاعلين والمتدخلين في قطاع التربية الوطنية عبر تراب الجهة الشرقية من مؤسسات وسلطات في مختلف المستويات وهيئات اجتماعية وسياسية ومكونات المجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومنتخبين ومحسنين على انخراطهم التضامني وحسهم التشاركي لدعم مدرسة النجاح. شكرا لأسرة التعليم بمختلف هيئاتها وفئاتها وفي مختلف مواقعها على دأبها المتواصل من أجل كسب رهان الإصلاح. شكرا لكم أيتها السيدات أيها السادة ممثلو الصحافة الوطنية والجهوية على مواكبتكم التي لم تنقطع لملفات وقضايا الشأن التربوي بالجهة. كما لا يفوتنا أن نوجه تحية شكر وتنويه إلى كل المساهمين والداعمين لهذا الحفل ماديا ومعنويا، والشكر موصول إلى اللجنة التنظيمية من موظفي الأكاديمية ونيابة وجداء أنقاذ الذين يسهرون على حسن تنظيم فقرات هذا الحفل، وللجميع منا خالص الشكر وفائق الإرفان. وإذا كانت هذه اللحظات حضرات السيدات والسادة تتيح لنا فرصة للاحتفاء بنتائج موسم دراسي زاخر بالمطابرة والوقوف بابتهاج أمام ثماره الباعثة على الأمل والتفاؤل، وتمنحنا موعدا للشعور بالفرحة والاعتزاز، فإنها تمثل فرصة أخرى لتجديد الثقة في المستقبل واستشراف الغد الأفضل. إنها لحظات لشحذ الهمم من أجل إنجاز خطوات أخرى على طريق بناء الثقة في مدرستنا، لحظات لتثمين النتائج المحققة من طرف تلميذاتنا وتلاميذنا المتفوقين الذين نتوجهم اليوم، فلهن ولهم منا أزكى التهنئة وأرفع التنويه بهذا التتويج المشرف الذي هم جديرون به، فهن وهم ثمار مجهود جماعي، وهن وهم عنوان الجودة التي تتضافر الجهود من أجل الارتقاء بها، هن وهم تباشير مغرب الغد. فشكرا لكن ولكم تلميذاتنا وتلاميذنا المتوجين على ما منحتمونا إياه اليوم من مشاعر دافقة بالبهجة والاعتزاز، وهنيئا لكم ولكن بهذا التتويج المعبر عن روح المواطنة الحقة التي تسكن وجدان أجيالنا الصاعدة. أملنا أن نكون جميعا في مستوى طموحات بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبقاه ذخرا وميلادا لشعبه الوفي، وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه السعيد أمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.